من ضمن المشاكل او المطالب اللي كانت بتهم قطاع كبير جدا من العاملين بالدوله الشركه القابضه لاستصلاح الاراضي. مشاكل الشركه القابضه لاستصلاح الاراضي بقى لها سنين كتيره قوي متراكمه. لكن جه الوقت اللي الحكومه حطت ايديها على الملف ده وخصوصا وزاره الزراعه علشان تحل مشاكل هذه الشركه. لان العاملين في هذه الشركه هم ابناء هذا الوطن وواجبنا ان احنا نقف جنبهم ونساهم في حل مشاكلهم ونساعدهم علشان يحسوا بالاستقرار وبالامان. معانا المهندس ايمن المعداوي رئيس قطاع استصلاح الاراضي، برحب بحضرك معايا في الزراعه مباشره يا فندم. اهلا استاذ سامح، اهلا وسهلا. مهندس ايمن، في الفتره الماضيه وفي هذه الايام تابعنا حضرتك بتقوم بنشاط كبير جدا وبالعديد من الاجتماعات واللقاءات مع مسؤولي هذه الشركات ومديرها لحل هذه المشاكل والعمل على انهاء هذه المشاكل المتراكمه من سنين طويله. الجديد والتطورات في مشكله الشركه القابضه لاستصلاح الاراضي. هي مشكله الشركه القابضه ان احنا ازاي نوفر اولا اجور العاملين الشهريه. ايوه. لو دورنا على حجم العماله اللي موجود، حجم العماله كانت الشركات فيها حوالي 5 أو 6 آلاف موظف. بعد الثوره في حمله التعيين والتثبيت والكلام من ده زادت ل 11,000 موظف. ايوه. يبقى احنا عندنا مشكلة المرتبات اللي بتوصل لحوالي في الشهر 15 مليون جنيه شهري. يبقى انت عايز حجم عمل يدر ربح علشان يطلع مبدئيا المرتبات دي. ايوه فهم. طبعا عايز كمان فلوس تطلع تاني من الربح ده علشان ترفع كفاءة المعدات، لان كفاءة المعدات اللي موجودة دلوقتي حوالي 30% متوسط. ايوه. في حل سريع جدا ان احنا نلجأ ان احنا ناخد ندي عرض زي ما كنت سمعته مع الوزير قال ان احنا يعني في دراسه في مقترح تخصيص الارض ده. أيوة. مقترح رقم 2، يعني سياده الوزير حاطط ده مقترح رقم 2، ان انا ادي للناس ارض، الارض دي تاخدها علشان تصلحها وتبيعها تاخد فلوس تبتدي تصلح من شانها. ده الحل السريع اللي هو ان احنا بنفرط في ارض الدوله سريعا علشان نبتدي نوقف شركات على رجلها، بس ده بينتقص من حقوق ناس ثانيه. صح. فسياده الوزير قال لي قال اهم حاجه الكلام اللي حضرتك كنت بتقوله في المقدمه يا استاذ سامح، العمل. يبقى انا المفروض ان انا ادرب الناس دي على انها تشتغل وتكسب، وبالمكسب ده تاخد مرتبها وتعلي من شان معداتها وترفع كفايتها. طب انا عايز اسال حضرتك سؤال مهم جدا، يعني احنا بنقول ان المعدات نسبتها 30% او الكفاءه بتاعتها 30%، وحضرتك بتكلمني دلوقتي على ان العماله ايضا محتاجه تدريب، وبنقول ايضا ان احنا محتاجين فلوس نبتدي بيها. اذا الشركات دي من سنين طويله قوي تم اهمالها لغايه لما وصلت للحاله المزريه دي او الحاله المتهالكه اللي هي فيها. تمام. بنستلمها منتهيه. ايوه. هحكي لحضرتك بقى ان سياده الوزير مش هيبص بقى للي حصل وانها منتهيه، هيبص للوضع الحالي. ايوه فهمت. فالوضع الحالي دلوقتي في اعمال بتتم اسناد موجوده دلوقتي بالامر المباشر. الاعمال دي بيبقى فيها ميزه انها بتاخد بالامر المباشر مع دفعه مقدمه. أيوة. يبقى انا اديتك الفلوس اللي تشتغل بيها. أيوة. لما ادي لك جزء من الفلوس علشان تشتغل في الشركه هتاخد جزء منها على طول تشتغل بيه، هيبتدي يجيب لك ارباح هتبتدي تجي لك، المرتبات موجوده، المرتبات جزء منها هتبتدي الارباح تزيد، ابتدي اخد ارفع كفاءه المعدات بتاعتي. حجم الشغل ده لازم يبقى فيه تزايد، تبتدي الشركات دي تتعافى بمبدا العمل اللي حضرتك قلت عليه في الاول يا استاذ سامح. ايوه. والاستاذ الوزير بيقول خلي مرحله بيع الارض دي مرحله ثانيه. ايوه. ما تبقاش في المرحله الاولى ان انا ادور على الحل السهل، لان سبق قبل كده والشركات دي خدت اراضي وباعتها وفي النتيجه ان احنا ما صلحناش حاجه. صح. لازم نشتغل. الحاجه الثانيه سياده الوزير قال والله لو احنا عندنا يا جماعه 6,000 عندنا، لو احنا عندنا حوالي 5,000 عامل زياده. العمال دول فيهم مهندسين زراعيين وفيهم سواقين وفيهم كفاءات وفيهم سعاة، العجز في العمالة دي اللي هي مش موجودة دلوقتي في بقية الوزارة. أيوة. ما هو المانع ان احنا ننتدب الناس دي اللي احنا بدل ما بندور على تعيينات جديدة وما فيش تعيينات حالية، المانع ان احنا ناخد الناس دي العمالة المعطلة دي انها تتوزع علينا وكل واحد يجي لشغله، بحيث ان المرتبات بدل ما تبقى 15 مليون تبقى 6 مليون. ايوه. يبقى كده حضرتك في بندين احنا ماشيين فيهم، الوزاره بتقول ان العماله تتوزع على بيت الناس وتسيب لي الحاجه اللي انا عايزها، بس ما بقاش في حاجه عندي اسمها عماله زي دي. الحاجه الثانيه ابتدي على طول دلوقتي خد شغل بالامر المباشر وخد دفعه مقدمه وابتدي اشتغل ووريني وهتابعك. اسناد العمل بالامر المباشر هيجي منين يا فندم؟ هيجي من اعمال كتير جدا، عندنا قطاع الاستصلاح فيه اعمال، وزاره الزراعه فيها اعمال، كل الوزارات الحكوميه فيها اعمال،
كل الاعمال موجوده، يعني هو الشغل اللي موجود، اعمال الطرق يعني على سبيل المثال احنا عندنا 340 الف فدان كانوا مطروحين في خطه الدوله، 40 الف منهم اتباعوا بالمزاد العالمي. صح. ال 40 الف فدان دول ليهم بنيه. صح. البنيه دي عباره عن ابار وطرق. على طول امبارح سياده الوزير ادى تعليمات ان الشغل ده تاخده شركه القبض. النهارده لما بتدي للشركه القبض يا فندم 40 فدان 40 الف فدان 40,000 بتقول له اتفضل اعمل اعمال الطرق واعمال الابار، هل ال 40 الف فدان دي ما ترفعش كفاءه الشركات؟ ترفع طبعا. 40 الف فدان دي محافظه. ايوه. فحضرتك فكده انت قدرت ان انت تشغله وتوفر له دفعه مقدمه يقدر ان هو يشتغل بيها ويسد احتياجات العاملين في المرحله دي. بالظبط. جميل جدا. في ملف تاني حضرتك ايضا متابعه وهو ملف الاسمده، وانا شايف ان في نشاط في هذا الملف الحمد لله، يعني يوم عن يوم بنشوف نجاح والقضاء على هذه الازمه. بالنسبه للجديد برضو وبالنسبه للموسم القادم. احنا الحمد لله ربنا وفقنا في الموسم الشتوي اللي فات. احنا كنا داخلين الموسم اول ما سياده الوزير تولى الوزاره، مش سر يعني، هو سال ايه الاخبار الارصده عندكم ايه، قلنا له الرصيد صفر. سياده الوزير طلع تاني يوم في مؤتمر صحفي قال يا جماعه الارصده عندنا صفر واحنا عاملين روشته للعلاج هنمشي عليه. حصل وسجلنا ورصدنا فعلا. تمام. مشينا في الموضوع ده والحمد لله اتعملت شويه حاجات، احكام السيطره على التسريبات اللي كانت بتحصل، كل واحد بياخد المقررات بتاعته مظبوط، اللي خارج الاراضي اللي خارج الزمام اللي هي مش مقننه وملهاش عقود وفيها تعديات ما بياخدش مدعم، بياخد حر، بنوفر له حر ولحد ما يقنن وضعه اذا كان هيقنن وضعه، لكن ما ياخدش مدعم. فكده احنا حصرنا الدعم للفلاح اللي موجود. عدى الموسم الشتوي الحمد لله، الفلاح خد 100% من المقررات اللي عاملاها مركز البحوث، المقررات السماديه اللي طالعه قرارات وزاريه طبقا للقرارات الوزاريه واخد 100%. ايوه. طلعنا من الموسم الشتوي الحمد لله عندنا رصيد 250 الف طن، يعني ربع مليون طن. بدانا نعمل العقود الجديده مع الشركات بالكميات الجديده بتاعه الموسم الصيفي. ايوه. الشركات كلها غايه في الاحترام عشان برضو كل واحد ياخد حقه، شركه ابو قير، دلتا، المصريه، حلوان، موبكو، اسكندريه، كل الشركات قايمه بدورها تمام. احنا كل ما نخشاه كل وزاره عندها مشاكل. أيوة. كل مشكله حلها في حل جذري وفي حاجه اسمها اداره ازمه. حاليا احنا في اداره الازمه والحمد لله ماشيين كويس. احنا بنرجو من وزاره البترول بالرغم من وضع الغاز اللي احنا عارفينه انها تشركنا معاها في اداره الازمه، ويكون اداره الازمه بعيد عن مصانع الاسمده. طبعا يعني انا بقول ان انا سبت حضرتك تتكلم وتشرح، ولما اقول دلوقتي ان علم اداره الازمات انتم بتطبقوه دلوقتي وفي مجهود كبير تم وفعلا احنا شفنا نتيجته في الموسم اللي فات وحضرتك بتكمل دلوقتي، فاقدر اقول لك انا بشكرك وبالتوفيق. وكشعب مصري لازم يبقى متفهم لوضع المرحله اللي احنا فيها ويقف جنب الحكومه الواعيه دلوقتي اللي هي بتعمل على حل المشاكل المتراكمه من سنين طويله. وبشكرك مره ثانيه يا فندم. المهندس ايمن المعداوي، مجهود كبير جدا بتقوم بيه دلوقتي وبقياده الاستاذ الدكتور ايمن فريد ابو حديد وزير الزراعه لحل مشكله شركات قطاع الاستصلاح. وشفنا احنا لما يكون عندنا من سنين طويله قوي في احتكار للاعمال لبعض المقاولين والتعامل مع هذه الشركات ادى الى تدهور حاله هذه الشركات وادى الى افلاسها. ايضا المعدات نفسها اللي موجوده، يعني لو قلنا ان المعدات بتعمل بكفاءه 30%، يعني تشغيل هذه الشركه مره اخرى فهو امر شاق جدا، ومحتاج ان احنا نتعامل مع الازمه بنوع من الابتكار ونوع من مواجهه الازمه نفسها علشان نقدر نعدي هذه المرحله.